ظل على الغابرة هذه يا صعب لحظة بالغربة وما أحد يمه ويطلب الرحمة شلي ينتظر والسهمت مركز بقلبه يعتفر جسمه يا ابو اليم ظل على الغابرة هذه أصعب لحظة بالغربة وما أحد يمنا ويطلب الرحمة شلي ينتظر والسهمت مركز بقلبه ويعتفر جسمه يا ابو اليم والسكوت بكربلة للغربة عنوان بس ابو اليم ما يون لو قلب نيران رحمتك يا رب ينادي انا عطشان منه يرويني منه يرويني والعساكر حوله والسيمة تشوف والزمان ظلمة وحزن وموادع وخوف والحسين ينادي ناريد قطع الجو من يداويني من يداويني لميت عنا الشمر وعيوني تصب جمر شايل إحسان يتخطى ويكتروا هذا الموقف صعب وتذبح على وحسيني على الرمل معفور ومن جدل حاتي ايتافه وعيوني على الشمر وعيوني على الخدور تحرس خيام لنيت عنا الشمر وعيوني تصب جمر شايل إحسام يتخطى ويكتروا هذا الموقف صعب وتذبح على وحسين على الرمل محفور ومن جدل حكي ايتام وعيوني على الشمر وعيوني على الخدر تحرس خيام لنات عنا الشمر وعيوني تصب جمر شايل إحسام يتخطى ويبتروا هذا الموقف صعب تذبح علامة وحسيني على الرمل محفور ومن جدل حاتي ايتام وعيوني على الشمر وعيوني على الخدر تحرس ايتام يا الشمر يا ويلي واعتل على صدره تخيل المصيبه حسره شنهي حسره معاه داسه ويلي
والحسين نظرة كل شل تريدة والجريح ما يبرح يعني الهدف وريدك والحشاشة جمرة أحد يروي قلبك لو تقلي قطرة حسين قل أدري جدي قبلي أدرى واللي قال لي عيني تهمي عبرة أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلا إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء لكن الماضي قليل في الذي قد أقبل فاتخذ ذرعين من صبر وحزم سابق ستذوق الموت ظل ضاميا في كربلاء وستبقى في ثرها حفيرا منجدلا وكأني بلئم الأصل شمر قد على صدرك الطائر بالسيف يحز وتجل أيوة حسين أيوة غريبة أيوة حسين أيوة غريبة قطع أوداج قطع أوداج القرآن والعالم مظلم يموت بنار الأحزان قطع أوداج قطع أوداج القرآن والعالم مظلم يموت بنار الأحزان قطع آيات قطع بسيف الأحاديث الشريفة والروايات والسمات القمع علينا آسفة قطع آيات قطع بسيف الأحاديث الشريفة والروايات والسمات القمع علينا آسفة قطع أوداج قطع أوداج القرآن والعالم مظلم يموت بنار الأحزان قطع أوداج قطع أوداج القرآن والعالم مظلم يموت بنار الأحزان قطع آيات قطع بسيف الأحاديث الشريفة والروايات والسيمة تلطم عليها آسفة وين اللي يصيح يا أعظم ذبيح يا ظن الزمرة وش حال الرسول وش حال البتول يا علي نظرة وين اللي يصيح يا أعظم ذبيح يا ظن الزغرة وش حال الرسول وش حال البتو يا علي نظرة شالوا كريمة فوق العوالي زينب وحيدة ما لها والي شالوا كريمة فوق العوالي زينب وحيدة ما لها والي وشاب المخيم شو اللي يجري تالي والدنيا صارت كل ليالي قررت ايتام وحرم اتجه للباب كلها تصرخ من ولد يا ابو الاكبر قررت ايتام وحرم اتجه للباب كلها تصرخ من ولد يا ابو الاكبر والعوادي تدهس اللي تشوفه بالبراري كم طفل كم طفله سحلوها ودم حجاري والعوادي تدهس اللي تشوفه بالبراري كم طفل كم طفله سحلوها ودم حجاري الله 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 يا حسين ما ظلت خيام يا حسين جسمه وقع وينه وين عباس فوق التروب نام وين عباس يسمع سكينة يا حسين ظلت خيام يا حسين اسمه وقع وين
وين وين عباس قدر وبنام وين عباس هاي اسمع اسكين هذا يم المشرع وهذا تقطع من حرة والغواز القرب وهو الوديع محيرة هاي المصيبة ترى معظم المصيبة في أمان الله يا مظلماني فوق مهزلة هذه آخر نظرة لي وانت تبقى بكربلة مدري ترجع لو تموت هناك الغريبة يا حسين ما ظلت خيار يا حسين اسمه وقع وين وين عباس فوق الدروب نار وين عباس ما يسمع اسكينة هذا يم المشرع وهذا تقطع من حارة والهوازل قربوها والوديعة محيرة يا حسين ما ظلت خيار يا حسين جسمه وقع وينه يا حسين ما ظلت خيار يا حسين جسمه وقع وينه وين عباس فوق الدروب نار وين عباس ما يسمع اسكينه هذا يم المشرع الله 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 هذا يم المشرع وهذا تقطع منحرة والهوازل قرب وهو الوديع بحيرة هاي المصيبة ترى معظم المصيبة في أمان الله يا مظلوم آني فوقي مهزلة هذه آخر نظرة ليا وانت تبقى بقربلة